السلام عليكم. هذا العضو ذكري طبعا، هو نفس النبات. هذا اذا اريد نلقحها ناخذها بهالشكل هذا، هاي ناخذها، هاي اذا تلقيح يدوي، هذا انثوي، هاي ناخذها هاي بهالشكل، هاي نخليها هنا، هاي تلقحت، هذا العضو انثوي، فهاي تلقحت هسه. هذا العضو ذكري وهاي انثوي، هاي نقدر ناخذها بهالشكل هذا، هاي ناخذها، هاي الانثوية تصير بهالشكل هذا، هاي ناخذ هذا العضو وخليه هنا، هذا صار التلقيح يدوي، وهذا الشكل مالته، هذا بيه خير من الله، يعني هاي إذا يتلقح كله هذا كله يصير، بس إذا ما نلقحها لا، إذا ما نلقحها يظل. يعني اكو بي اذا ما تلوح الحشرات او النحل ما يعني ما يتلقح، يظل يموت. هاي تلقح انت هذا بهالشكل هذا، هذا تلقيح يدوي، هاي امرار ماكو حشرات، لقح انت تلقيح يدوي. طبعا وهذا ذا يتلقح احسن، هاي الشكل مالته، ثمار مالته، هاي ذكرية، هاي نقدر ناخذها نلقحها، بس اذا اكو مثلا حشرات نحل هاي انثوية، هاي اذا موجودة اكو نحل حشرات يعني مثلا تلقح. هذا شكلها، هاي عندنا من هنا، هذا الانتاج مالته، هاي هنا عندنا، هاي ما شاء الله بيه خير من الله، هاي بينما احنا ما ملقحين، هذا الانتاج مالته يعني هذا بدون تلقيح، واحنا هم قطفنا من عنده يعني ما شاء الله خير من الله. هذا الانتاج مالته، وهذا على التلقيح يعني الحشرات اللي ملقحين يجوز اكثر بعد انتاج بيه. هذا الانتاج مالته، طبعا بيه هذا انواع اصناف بيه، هذا الانتاج مالته، هذا الانتاج مالته،